هنروح لكابتن سامي ومصمم اللي هيلعب المباراه. كابتن سامي السلام عليكم، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، ومبروك لحضرتك وكاب شريف وكابتن علاء وكابتن مبروك يا سامي. كابتن عادل مبروك. مبروك يا سامي. تعبتوا وتستحقوا بصراحه الميداليه البرونزيه عن جداره واستحقاق، ويمكن لو ما كناش قابلنا البايرن كان زماننا في النهائي. الحمد لله يا كابتن، تجربه كبيره جدا بالنسبه لنا، وتجربه الحمد لله اعتقد اللعيبه استفادت منها حاجات كثيره جدا، والحمد لله اهمها تحقيق ميداليه، ودي كانت حاجه مهمه جدا في اول مشاركه للجيل دوت، اعتقد الحمد لله كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لهم. ان شاء الله نكمل عليها، وان شاء الله ناخد افريقيا ونرجع تاني هنا ان شاء الله بطموح تاني، ونلعب على مركز افضل بالنسبه لنا يليق بمكان قدر النادي الاهلي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن سامي احكي لي بقى انطباعات الجماهير وفي في جميع المباريات وفرحتها النهارده لما النادي الاهلي كسب. والله يا كابتن احنا دلوقتي بنتفرج على الماتش بايرن، والله يا كابتن كل الجماهير اللي موجودين يعني فاضيين الماتش كلهم، وحي اللعيبه وحي الكابتن وحي الجهاز كله والناس الموجوده كلها، فطبعا شعور يدل على قيمه ومكانه النادي الاهلي، وان الجمهور ده يستاهل كل تعب وكل جهد وكل نقطه عرق عشان تقدر تفرحهم. ويمكن دايما الكابتن بيتكلم في النقطه دي كتير جدا، ان احنا لازم احنا عندنا مسؤوليه كبيره جدا لازم نتحملها كلعيبه وكجهاز، احنا ورانا جمهور كتير جدا في كل حته في العالم بينتمي لجمهور النادي الاهلي وبينتمي لامانه النادي الاهلي وشرف النادي الاهلي، مسؤوليه كبيره، والحمد لله اعتقد اللعيبه كانت الحمد لله قدها، ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله تكون افضل وافضل بالنسبه لنا. وانتم مسافرين قبل البطوله يا كابتن سامي، كان ايه الطموح عندكم عند اللعيبه؟ والله يا كابتن خلينا نكون يعني اكون صريح معاك، يعني اولا طموح بالنسبه لنا ان احنا نكون في ضمن الاربعه الموجودين، وبعد كده بقى بعد المباراه الاولانيه طبعا طموح عالي بالنسبه لنا، احنا عاوزين نحقق حاجه مختلفه، احنا عارفين ان النادي الاهلي اكثر حاجه حققها المركز الثالث قبل كده، الجيل العظيم طبعا اللي كان موجود، فاعتقد ان كان ده طموحنا بالنسبه لنا ان احنا نحقق حاجه افضل، لكن الحمد لله برضو راضيين كاول مشاركه لينا ان احنا نحقق المركز الثالث ان شاء الله. احنا الراجل حتى بعد ما شاء الله اتكلم في النقطه دي ان احنا هنرجع تاني هنا ان شاء الله بطموح جديد بقى ومسؤوليه كبيره، ان احنا ان شاء الله نلعب ان شاء الله مباراه نهائيه ونحقق ان شاء الله مركز ان شاء الله افضل من اللي احنا حققناه السنه باذن الله. باذن الله رب العالمين. وجود الكابتن الخطيب كان له عامل ايجابي في البعثه؟ والله يا كابتن بص، هو مش وجود الكابتن مش من دلوقتي، يمكن لو حضرتك ترجع كده من بدايه من ماتش سان داونز الكابتن كان معانا، وماتش الهلال السوداني الكابتن كان معانا، وماتش الوداد الاولاني الكابتن كان معانا، فاعتقد انت عارف الكابتن بيدينا مسؤوليه كبيره وبيدينا قوه كبيره جدا، وبيدي اللعيبه الحمد لله طمانينه جدا اللي هو موجود معانا، فاعتقد الحمد لله قوه كبيره، ويا رب ان شاء الله دايما تكون على قد المسؤوليه ديت، وكل اللعيبه ان شاء الله دايما الموعد ان شاء الله دايما باذن الله. ماتش يوم الثلاث ان شاء الله ماتش قوي ضد المريخ، انتوا حطيتوا للبرنامج ولا طبعا ما فيش راحه دلوقتي برضه؟ لا والله يا كابتن احنا ممكن احنا بنستعدنا طبعا، كان هدفنا الاول البطوله ديت، لكن انت عارف النادي الاهلي يا كابتن ودايما بعد البطولات الكبيره دي بنفكر بالذات من النهارده ان شاء الله هنبتدي نشتغل ماتش المريخ، هو طبيعي طبعا يوشا وموسى شغالين على الماتشات اللي هم لعبوها، احنا ان شاء الله بقى من بدايه من بكره ان شاء الله نقدر نتفرج على الماتشات كويس، والراجل يقدر يتفرج على الماتش كويس ويعمل تطور كويس ان شاء الله يحقق بينا فيها ايجابيه وفيها نتوقع ان شاء الله البطوله ان شاء الله العاشره ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله. باذن الله رب العالمين. بالتوفيق يا كابتن سامي، والف الف مبروك والف شكر. مبروك يا كابتن، مبروك يا الله يبارك فيك.